استضاف المجلس الأعلى للثقافة فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن الدورة الثانية من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة. وخلال المؤتمر تم استعراض أبرز ملامح الدورة وأسماء المكرمين والفرق المشاركة من مصر والدول العربية والأجنبية وتفاصيل حفل الافتتاح. مهرجان السنة دي بيقدم 19 عرض دولي، بيقدم 6 ورش دولية برضو، في منها من مصر ومن العالم. عندنا ورش من النمسا، من تونس، من المغرب. عندنا عروض متميزة جدا، عندنا عروض من مصر طبعا وعروض معمولة عندنا هنا. المهرجان أصلا بيتكلم أو هو مهرجان إيزيس الدولي مسرح المرأة، الغرض منه أنه يعرض الأعمال التي تخاطب القضية، يعني تكلم عن النساء أو يكون صانعيها من النساء، مش تكون ممكن، يعني ممكن تكون صناع الأعمال الفنية من النساء، مش شرط تكون القضايا عن النساء. مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة هو مهرجان معني بالمسرح اللي بتنتجه النساء، والمسرح اللي بيتناول قضايا المرأة أيا كان صانعه رجل أم امرأة، ولكن اللي بيعالج القضايا دي على نحو إيجابي، على نحو ما بيحطش من شأن المرأة، على نحو داعم لقضايا المرأة مش ضدها. المسرح الدولي من جميع أنحاء العالم بيهتم جدا بكل القضايا، ومن ضمنها طبعا المرأة، لأن المرأة يعني مش بس نص المجتمع، ولكن هي يعني الأم والأخت والصديقة والزوجة والابنة، يعني ليها دور كتير قوي في المجتمع وليها دور في الفن، لأن قضايا المرأة الحقيقة بتمس الأسرة كلها. مهرجان بشكل عام مهم، لأنه مهم إن إحنا يبقى عندنا النوع ده من الأنشطة، مهرجانات فنية بتدعم الفنانين وبتسلط الضوء عليهم، ده بشكل عام. بشكل خاص إنه المهرجان ده المؤسسات هم نساء، ودي برضو حاجة مهمة. طبعا مش المفروض إن يبقى دايما في الاختلاف بتاع النساء والرجال، ولكن طالما هذا هو الوضع فمهم ان احنا يعني نتكلم عن النقطة دي.